بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي مشاهدي القناة الطبية، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن أم فيل. أم فيل هو أقراص من العقارات التي تستخدم لعلاج التهاب الجيوب الأنفية والحساسية. يحتوي على مادة قوية وفعالة تساعد في العلاج بطريقة كبيرة. يستخدم لعلاج الكثير من الأمراض، والزيادة في الجرعة قد تؤدي لحدوث مضاعفات. إيه هي دواعي استعمال أم فيل للزكام والحساسية؟ أول حاجة يعالج التهاب الجيوب الأنفية، بعد كده يعالج حمى القش، يعالج الحكة، يعالج الطفح الجلدي، يخفف سيلان الأنف، يخفف الدموع. بالنسبة للسيدة الحامل لا يمكنها استخدام أم فيل للحساسية إلا في حالات الضرورة القصوى تحت إشراف الطبيب. بالنسبة للسيدة التي ترضع ابنها رضاعة طبيعية لا يمكنها استعمال حبوب أم فيل للحساسية نهائيا. ليه؟ السبب لإمكانية وصوله للرضيع عن طريق الرضاعة الطبيعية. ممنوع تناول الدواء للأطفال أقل من سنتين. طيب الجرعة قد ايه؟ الجرعة المحددة للأطفال من 5 إلى 12 سنة 60 ملغ مرتين يوميا. بالنسبة للبالغين الكبار أكبر من 18 سنة قرص واحد مرتين في اليوم، أو الجرعة طبعا بيحددها الطبيب. طب ايه الآثار الجانبية اللي ممكن تحدث نتيجة تناول أم فيل؟ يمكن يحدث ألم في العضلات، صداع وسعال وغثيان وقيء، فقدان شهية، عسر هضم، شعور بالنعاس والميل للنوم، انخفاض في ضغط الدم. طب ايه هي موانع استعمال ام فيل في حالة الحمل والرضاعة؟ يجب استشارة الطبيب. مفيش اي سيدة حامل تستعمل ام فيل الا اذا امر الطبيب بذلك. يمنع تناوله لمرضى الربو، ايضا يمنع تناوله من لديهم تضخم في البروستاتا، ايضا عند وجود حساسية مفرطة من مكونات الدواء. سعر شريط أم فيل هو 9 جنيه مصري. طيب بالنسبة لأم فيل أقراص لعلاج الحساسية والجيوب الأنفية والالتهابات الأنف، طبعا الاسم العلمي لي هو كلوروفينرامين. كلوروفينرامين، الكلوروفينرامين ده يساعد في علاج التهاب الأنف التحسسي، ويعمل على التخلص من مشكلة الحكة، مشكلة الطفح الجلدي التي تحدث بسبب الحساسية. يمكن استخدامه في علاج من لديهم حساسية جلدية التي تعرف بمرض الإرتكاريا. يحتوي كلوروفينرامين على المادة الفعالة وهي الأملاح. الكلوروفينامين الكلوروفينامين المادة الفعالة الموجودة في الدواء. طيب ايه دواء استعمال أم فيل؟ يستعمل في معالجة التهاب الأنف التحسسي، علاج الحكة والطفح الجلدي بسبب الحساسية، أعراض حمى القش، أيضا علاج ردود الفعل التحسسية. الآثار الجانبية: شعور بالدوار وإنهاك عام، نعاس متكرر وتثبيط في الجهاز العصبي المركزي، ضعف في العضلات، شعور بالقلق في بعض الأحيان، أرق، غثيان وفقدان شهية ورعشة في الجسم، إسهال أو إمساك وسرعة في ضربات القلب، انخفاض في ضغط الدم، جفاف في الفم والحنجرة والأنف، واحتباس في البول وتشوه الرؤية، والتهاب في الأذن، وخلل في حركات الوجه، وصداع وتنميل. كل دي يمكن أن تحدث، لكن مش بالضروري أن هي تحدث. طب التفاعلات الدوائية: لا يستعمل أم فيل مع دواء أبالوتاميد لأنه يعمل على تقليل مستوى وتأثير المادة الفعالة الموجودة فيه، أيضا مع أدوية الوكسادولين وأدوية إيديلا سيب، ولا يجب تناول المنومات والمهدئات أثناء تناول أو أثناء استعمال أم فيل. النقطة بعد كده اللي هنتكلم فيها بالنسبة لأم فيل، طبعا هو علاج للحساسية والتهاب الجيوب الأنفية، وأحد الأدوية التي يوصي الأطباء باستعمالها لعلاج الحساسية والأعراض الجلدية المصاحبة للحساسية،
وهذا الدواء له تأثير كبير وقوي على مرضى نظرا لكونه يحتوي على مادة فعالة قوية من شأنها تحسين حالة المرضى الحساسية خلال الفترة الوجيزة. طيب دواء أنفيل طبعا زي ما قلنا بيساعد مرضى الحساسية في التخلص من الأعراض المصاحبة لها بفعل احتوى على مادة فعالة وقوية. هي مادة الكلوروفيناميد. هذه المادة ذات تأثير قوي وفعال على أمراض الحساسية، وتجد من تحد من تطور الأعراض الحساسية. ويحتوي الدواء على مضادات الهستامين التي لها دور كبير في التخلص من الحكة الهستيرية ومنع حدوث أي مضاعفات أخرى. بالنسبة لدواعي الاستعمال، التهاب الأنف التحسسي، حساسية الجيوب الأنفية والموسمية، حساسية الجلدية والحكة الهستيرية والارتكارية والطفح الجلدي، الأعراض الموسمية المرتبطة بتغير الفصول مثل علاج حمى القش الناتجة عن حبوب اللقاح والغبار، أيضا علاج المصابين بالحساسية جراء تربية الحيوانات الأليفة في المنزل، أيضا له قدرة هائلة على التخفيف من ردود الفعل التحسسية والقضاء على الأعراض المصاحبة لها. النقطة اللي بعد كده بالنسبة لأنفيل زي ما قلنا يستعمل أيضا لعلاج لدغات الحشرات والتهاب المنتحمة والإكزيما والطفح الجلدي. طبعا زي ما قلنا المادة الفعالة هي مادة كلوروفينرامين، ويبدأ مفعول شراب أنفيل أو أقراص أنفيل خلال نصف ساعة من تناولها. بالنسبة لآخر نقطة هنتكلم فيها، أنفيل يحتوي على الكلوروفينرامين التي تعمل كمضاد للهستامين، تقلل من تأثيرات الهستامين الكيميائي الطبيعي في الجسم. يمكن أن ينتج الهستامين أعراض العطس والحكة والعينين المائيتين وسنان الأنف. طبعا كل الحاجات دي بيقومها كلوروفينرامين اللي هو المادة الفعالة في أنفيل، ويقلل من تأثيرات الهستامين. وطبعا بالنسبة يجب عدم استخدام أنفيل في عدة حالات. أول حاجة لو كان المريض عنده مياه بيضاء في العين أو انسداد في المعدة أو الأمعاء أو تضخم في البروستاتا أو غير قادر على التبول أو يعاني من نوبة ربو أو مصاب بالحساسية. في نهاية الفيديو أرجو أن أنتم تكونوا قد استفدتم، والرجاء من حضراتكم دعم القناة والاشتراك في القناة لو انت مش مشترك، وضغط لايك اذا اعجبك الفيديو. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.